أهلا بكم إلى لايف، إلى مساحة جديدة نفتح من خلالها أفاقا للحوار ونناقش فيها جملة من المواقف السياسية. عناوين حلقة اليوم: يوم قبل مؤتمر برلين، استعدادات ألمانية وحضور على مستوى عال وتباين حول النتائج المنتظرة. هذا الموضوع الأول مشاهدينا الكرام والرئيسي والذي يشغل بال الجميع. أما في الملف الثاني، بعد مؤتمر باسم القبائل الليبية، النفط يتوقف عن الضخ وصنع الله ينتقد الخطوة وسوق العملات يرتفع. موضوعان مهمان جدا مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم، مباشرة إلى النقاش. مؤتمر برلين بين إمكانية النجاح ومخاوف الفشل، عنوان عريض ما قبل انعقاد المؤتمر الدولي ب24 ساعة. ما هي حظوظه في النجاح؟ وما هي العوامل التي يجب أن تتوفر كي يحقق الألمان ما يصبون إليه مع المبعوث الأممي؟ وإلى أي مدى ثمة استجابة من قبل اللاعبين المحليين والدوليين لتوحيد المواقف وليس البيانات؟ وهل توقيت برلين مناسب على اعتبار حالة الشحن التي حصلت ما بعد لقاء موسكو؟ وما تأثير هذا المؤتمر على سير المعارك في طرابلس خصوصا وأنها دخلت مرحلة العمق أكثر من الأشهر الماضية؟ وهل هنالك مخاوف على الجيش الوطني استلزمت التجاوب السريع من القيادة مع مطالب وقف إطلاق النار؟ أسئلة كثيرة مشاهدينا الكرام سوف نطرحها في الجزء الأول من حلقة اليوم من لايف مع المهتم بالشأن العام سراج شعبان التورغي الذي يلتحق بنا عبر الأقمار الصناعية على الهواء مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة. سراج، مرحبا بك، شكرا لتلبية الدعوة. مؤتمر برلين، هل سيختلف عن المؤتمرات الدولية السابقة التي عقدت حول ليبيا؟ مساء الخير أخي العزيز طه لك ولكل المشاهدين الكرام. مرحبتين بك. مرحبتين. ما نراه حقيقة اليوم من تجهيزات وهذه التصريحات وهذه الرحلات المكوكية التي سبقت مؤتمر برلين وتمثيل دول حقيقة برؤسائها ودول عظمى، هنا نتكلم على روسيا، نتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية التي صرحت أنها ستوفد وزير خارجيتها بومبيو، ونتكلم على الرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، كذلك تم تصريح رسمي بأنه سيكون حاضرا، نتكلم على إنجيلا ميركل رئيسة وزراء ألمانيا، نتكلم حقيقة على عدد كبير جدا من الزعماء الدول والحكومات المؤثرين في العالم سيحضرون هذا المؤتمر. وهنا طه عشان نكونوا يعني واضحين ونحكوا دغري، أجزم بأنه القيادة العامة للجيش متمثلة في المشير خليفة حفتر لم تتغير ولن تتزحزح عن المبادئ التي حضرت بها كل المؤتمرات الدولية. رأيت منذ أسبوع مضى حقيقة أن المشير كان في موقف وطني جدا مع المستشار عقيلة صالح ورفض التوقيع على مذكرة وقف إطلاق النار التي تنص في بعض بنودها حقيقة على مواد كارثية جدا لا يسمح بها الشعب الليبي ولا تسمح بها السيادة الليبية، وهذا كانت متمثلة حقيقة في شخص المشير والمستشار عقيلة صالح، ورفضوا التوقيع وانسحبوا من موسكو لأن هذه المذكرة طه كانت مستفزة جدا، كانت تنص في بعض موادها على نزول جنود أتراك على الأراضي الليبية، كانت تنص في بعض موادها حقيقة، وهذا ما لم يعلن على الإعلام طه وعلى مسؤوليتي، أنه سيكون هناك اجتماعات لتوحيد الجيش حسب ما ذكر في المذكرة ستعقد في اسطنبول. كل حقيقة مواد المذكرة كانت فيها مواد مستفزة جدا، وتم رفض تعديل أو تنقيح هذه الاتفاقية، لذلك رأينا انسحاب المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح من التوقيع على هذه الاتفاقية في موسكو. أجزم بأنه ما سيحدث في برلين سيكون قريب من الواقع بعض الشيء، لأن سمعنا بعض التسريبات طه ومن بعض اتصالاتنا من بعض الأطراف،
أنه سيكون هناك فرض لتفكيك الميليشيات ولتسليم أسلحتها، ولكن طبعا أنت تعرف بعض المواد تأتي دائما مفخخة، لأن من سيفكك هذه الميليشيات ومن يستلم أسلحة هذه الميليشيات؟ خصوصا أنت تعرف أن هذه الميليشيات بالفعل هي من تحكم ما يسمى بحكومة الوفاق، وهي من تحكم طرابلس عبر كل هذه السنوات. نعم. طيب، ولكن ما الذي اختلف هذه المرة سراج حتى يعني صرنا يعني نتوقع ربما أن تكون النتائج يعني تخدم الجيش الوطني، تخدم الشعارات والثوابت اللي تصر القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيقها؟ طه، ما تغير بكل وضوح هو أن الجيش أصبح حقيقة على الأرض وأصبح قوة ضاربة على الأرض. اليوم طه نحن نتكلم على أن الجيش في مطار طرابلس الدولي، يعني من 8 شهور فاتت نتكلموا طه أن الجيش في صلاح الدين وفي عين زارة، نتكلموا على أن الجيش قاعد في الهيشة وفي الوشكة. يعني الجيش طه اليوم فعليا مسيطر على أكثر من 90% من الأراضي الليبية، وهذه الميليشيات طه وما يسمى بحكومة الوفاق مسيطرة على كيلوات وسط طرابلس والجميع يعرف ذلك. طه الذي تغير بشكل واضح، رأينا حقيقة خروج مظاهرات تحمل مئات الألف في كل أنحاء ليبيا ترفض اتفاقية السراج مع أردوغان. الذي تغير طه هو حقيقة دعم شعبي والتفاف شعبي غير مسبوق على مدى الخمس سنوات في عملية الكرامة على الجيش الليبي وقيادة الجيش الليبي. الذي تغير طه هو بيانات من أكبر المدن والقبائل في ليبيا ترفض حقيقة اتفاقية فايز السراج مع أردوغان، وهذه البيانات طه والتي غير حقيقة حتى المشهد جاءت متفقة في شرق ليبيا وغربها وجنوبها. هذا الذي طيب تغير يعني هذا الزخم سراج. جيد، النقطة هذه واضحة، يحقق إجماع لم يسبق سابقا. جيد. نعم. يعني حتى نتفاعل في هذه النقطة لأنها نقطة داخلية يعني تهم الليبيين أكثر من المناكفات الخارجية. مسألة الزخم الشعبي اللي وصفتها بأنه غير مسبوق سراج طيلة خمس سنوات الماضية، هل هو في صالح المؤسسة العسكرية والجيش الوطني أم أنه يشكل عامل ضغط على القيادة العامة في هذا الظرف الحرج؟ طبعا هي نقطة قوية جدا تدعم القيادة العامة داخليا وخارجيا. العالم طه يراقب عن كثب ما يحدث في ليبيا. طه كل السفارات الدول الأجنبية التي لدينا في ليبيا تبعث بتقاريرها إلى قادة هذه الدول وتخبرهم حقيقة بأنه الجيش الليبي لديه شعبية كبيرة جدا كاسحة في ليبيا، أن الليبيون حقيقة خرجوا في مظاهرات عارمة وكاسحة. طه كانت إلى امبارح عصرا في مدينة بنغازي مدينة العاصية ترفض اتفاق فايز السراج مع أردوغان، وترفض التهديدات التركية إلى ليبيا، وتقول بشكل واضح طز في أردوغان وطز في تركيا. فلذلك طه هذه الرسائل حقيقة وصلت أزم بشكل واضح جدا لزعماء كل هذه الدول، لزعماء دول الجوار، لزعماء الأقليم، لزعماء العالم. تقول لهم بأنه الجيش الليبي لديه شعبية كاسحة جدا، الجيش الليبي عليه التفاف غير مسبوق على مدى كل السنوات الماضية. طه هنا اسمح لي أن ننظر في المقابل قابل تماما. طه نحن من 2011 إلى 2020 طه لم حقيقة يتم بناء حتى كتيبة عسكرية واحدة في طرابلس. الحكومات المتعاقبة فشلت وصرفت المليارات طه في بناء جيش حقيقي. وهنا طه إذا بنت حقيقة جيش حقيقي لا تستعين اليوم بالمرتزقة السوريين والأتراك ومن كل حدب وصوب ومن كل فج عميق تأتي بهم إلى طرابلس، ورأينا ذلك في فيديوهات، عشرات الفيديوهات التي تفضح توافد هؤلاء المرتزقة إلى طرابلس. وهنا طه حقيقة هذا يكذب بالفعل ادعاءاتهم بأنهم يدعمون قيام الدولة المدنية ودولة المؤسسات. إذا كانت دولة مدنية طه، لماذا فشلت كل هذه السنوات في بناء جيش على الطرف الآخر تماما طه في ظل إمكانيات معدومة؟ رأينا المشير خليفة حفتر يبني جيش حقيقة وجيش جرار شهد له القاسي والداني في خلال وقت قصير جدا، وكان في وقت طه أن الحرب مستعرة حقيقة ويد كانت تبني ويد تحمل السلاح بالفعل. نعم طه. بالحديث عن يعني جلب المقاتلين السوريين في خضم التحضيرات مشاهدينا الكرام لمؤتمر برلين، وفي وسط هدنة وقف إطلاق النار انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي
فيديو لما قيل إنه لمقاتلين سوريين موالين لتركيا وهم في طريقهم إلى ليبيا. نتابع هذا الفيديو، نعود لكي نعلق عليه قليلا، ونترك أيضا المجال لضيفنا العزيز حتى يعلق على هذا الفيديو. نتابع جميعا. هذه الطائرة يعني في تصميمها وفي شكلها ومن كراسيها الخضراء اللون يعني تشبه، أو هي مطابقة حتى نكون صادقين، يعني هي مطابقة لتصميم الطائرات الخاصة بشركة الخطوط الأفريقية. هذا استنتاج واضح جدا من الفيديو اللي ما فيش فيه أي مجال للفبركة، وأيضا معلومات خاصة لـ 218 نيوز من مصادرنا التي نثق فيها جدا، أكدت لنا أن هذا التصميم هو تصميم طائرات شركة الخطوط الأفريقية. فبالتالي يعني لا مجال لأي نوع من أنواع التشكيك أو الاستهزاء على مثل هكذا دعاوي. هنالك مقاتلين سوريين بين مزدوجين يصفهم المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنهم مرتزقة جاءوا للقتال مع حكومة الوفاق، وهنالك مقاطع فيديو تثبت بالصوت والصورة أنهم صاروا ينتقلون من الأراضي التركية إلى ليبيا، تحديدا طرابلس ومصراتة، بمعية ومباركة وإذن وتسهيل من المخابرات التركية. تعليقك سراج. طه، تعليقي بكل وضوح، يعني أنا شخصيا في أكثر من مقابلة إعلامية ذكرت بالاسم حتى من طه من قادتهم وطرق انتقالهم من 2011 من ليبيا إلى سوريا، واليوم من سوريا إلى ليبيا، طبعا عبر تسهيل من المخابرات التركية أو إدارة مباشرة من المخابرات التركية. طه، بعيدا علينا نحن نتكلم بأن هذه كراسي الطيارات الأفريقية أو كذا، يعني هل معلش حضرتك تعتقد أو أي في أي عاقل يعتقد بأن المخابرات الدولية وكل الأجهزة والمؤسسات الدولية التي حقيقة حتى في جزء منها كبير مثلا موجود على الأراضي الليبية بصفة أو أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، هل هي يعني نقل المرتزقة السوريين وغيرهم إلى ليبيا غير واضح عندها؟ بالعكس، طه، واضح تماما، هي تعرف هذه الرحلات، أرقام هذه الرحلات، مسارات هذه الرحلات، مواعيد هذه الرحلات بدقة قبل حتى خروجها من مطار اسطنبول الى مطار معتيقة او مطار مصراتة. خليني نسالك طرابلس، طه، اسمح لي في جزئيه، تفضل. طيب تفضل سراج. اصدقائنا واقاربنا طه واحبابنا في طرابلس اتصلنا بهم باكثر من مره، اكدوا لنا حقيقه بمراره شديده بان وجود هؤلاء السوريين حتى في استيقافات في الطرق، خاصه جيت صلاح الدين وعين زاره، جيت المحاور، جيت معسكر اليرموك وغيرها، طه، موجودين سوريين بشكل علني. طيب، يفتشوا الليبيين ويفتشوا بناتنا الليبيات للاسف بطريقه مهينه جدا وبطريقه مستفزه جدا. وهنا طه اسمح لي في 20 ثانيه ان ادعو حقيقه ابناء العاصمه طرابلس ان ينتفضوا ضد هذه الميليشيات الارهابيه. طيب، وضد حكومه ما يسمى بالوفاق التي جلبت لنا كل الملل، طه، لتقتل ابناء شعبنا الليبي مهما اختلفنا، طه، نحن في بعض هذه المعلومات المتوفره سراج. طيب، او تدخل السوريين. نعم، اسمح لي بس، هذه المعلومات المتوفره عند حضرتك وعند كثير من المتابعين والمهتمين هي بالحري قطعا موجوده واضعافها عند القياده العامه للقوات المسلحه.
طيب لماذا الهدنة؟ لماذا الهدنة؟ ليش الهدنة إذا كنا نشاهد مقاطع فيديو لاستعدادات يعني غير مسبوقة من قبل التشكيلات المسلحة؟ لماذا الهدنة إذا كنا نرى مقاطع فيديو لمئات المقاتلين السوريين وهم يدخلون إلى الأراضي الليبية؟ طه، أحيانا الهدنة لما تكون القوي يثبت بها حقيقة ما يقوم به من فعل لكل الأطراف وكل، ولكنه يمنح المتنفس للطرف الآخر يا سراج. لا طه، نطمنك طه ونطمن كل المشاهدين، سيتم سحقهم تماما كما سحقوا في بنغازي وفي درنا. طه، خلينا نرجع بالذاكرة معلش شوية، 4 سنوات للخلف لبنغازي كان هناك جسر جوي عبر مطار اسطنبول لمصراتة، وكذلك بحري من تركيا إلى مصراتة، تجلب هؤلاء المرتزقة من كل حد بالمصوب ويتم تسفيرهم عبر الجرافات إلى مدينة بنغازي. طه، مئات جرافات التي جاءت لبنغازي بهؤلاء المرتزقة وتم سحقهم سحق كامل ونهائي. وكذلك هنا طه نجدد اليوم نحن كليبيين التأكيد بقيادتنا العامة للجيش الليبي عن تجربة طه 5 سنوات مستمرة ستسحق كل هؤلاء بإذن الله في أيام معدودة. ولكن هنا طه الهدنة جاءت حقيقة استجابة لطلبات عدة دول، طلبات أم ضغوط المجتمع الدولي، استجابة لا طه، نحن حقيقة ما حدث في موسكو من عدم توقيع من المشير خليفة حفتر أثبت لنا أن هذا الرجل فعلا رجل صلب، لا يستجيب لأي ضغوط في مقابل مصلحة ليبيا وسيادة ليبيا. وهنا طه نجدد دعمنا وتأكيدنا وثقتنا في القيادة العامة بأنها ستسحق هؤلاء المرتزقة وستسحق كل عسكري أجنبي أو مرتزق دخل الأراضي الليبية. قواتنا طه اليوم تأثيرات هذا على المؤتمر اليوم طه جزئية مهمة جدا، جزئية مهمة جدا طه، وعلى مسؤوليتي وعلى تواصلي مع بعض الأطراف والمؤسسات الأجنبية طه. بكل فخر طه، وأنا على يقين بما أقول لك وتوجد حتى مراسلات تثبت هذا الكلام، الجهات الدولية حقيقة متفاجئة جدا من قوة الجيش على الأرض جنوب طرابلس، متفاجئة جدا من حجم القوات وتنظيمها سواء كانت في سرت سواء كانت ناحية الجفرة سواء كانت في كافة مناطق ليبيا. طه، نحن اليوم نتكلم على جيش يحمي حدود مع 6 دول، نحكي على جيش اليوم طه يحمي شط بحر حوالي 1800 كيلومتر، نتكلم على جيش طه حقيقة يحمي دولة كليبيا وهي تعادل مساحة 5 أو 6 دول أوروبية، هي دولة حقيقة تعادل ممكن 300 مرة ولا 400 مرة مساحة قطر. يعني نتكلموا على جيش طه جبار جدا وجيش طيب قوي جدا في 10 دقائق سراج، لأن عندي نقاط كثيرة، جيش لديه شعبية كبيرة جدا. ممتاز جدا. نعم. في 10 دقائق لأن عندي نقاط كثيرة، تأثير مثل هكذا فيديوهات على المؤتمر غدا؟ تأثير مثل هذه فيديوهات طه، سيحضر زعماء لهذا المؤتمر حلفاء لنا يعرفون جيدا الحركة التي تحدث حاليا بين تركيا وليبيا ودعم تركيا لهؤلاء المرتزقة. سيحضر بالطبع القائد العام للجيش، سيشرح وجهة نظر هذا الطرف اللي هو طرفنا الداعم للقيادة العامة والداعم للمؤسسات والدولة المدنية. أجزم بأنه سيوصل صوت الشعب الليبي بكل وضوح وبكل شفافية وبكل قوة وصلابة طه للمجتمع الدولي. هناك ثوابت لا يمكن التراجع عنها، هناك معايير حقيقة للسيادة لسيادة ليبيا ولرجوع ليبيا لتكون دولة آمنة ودولة مستقرة ودولة تنعم بالأمن والأمان. هذه المفاهيم وهذه الثوابت سيتم نقلها لهذا المؤتمر عبر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر. نعم. طيب، يعني هنالك أخبار أو تسريبات عن أن القيادة العامة سوف تكون حاضرة ممثلة في المشير حفتر غدا في برلين، ولكن شاهدنا التصريحات للمجلس الرئاسي في المقابل بأنه السراج قد لا يحضر ويقوم بإرسال وفد خاص به إلى برلين. يعني إلى أي مدى مثل هكذا تصريحات هي جدية أم ترى فقط يعني لرفع السقف والمناكفات بس لأنه قطر وتونس غير موجودين؟ هو طه فيه تسريبات علينا، هناك ضغوط من قادة
الكبد على فايز سراج، لأنه عندما سمعوا بأن سيتم حل هذه الميليشيات بإشراف دولي وأنه سيتم التوقيع على هذه الاتفاقية، فتمت حقيقة مخاوف لدى قادة هذه الميليشيات، لأن طه أنت تعرف الجميع يعرف خصوصا أهلنا في طرابلس يعرفوا بأن هذه الميليشيات تعيش على الابتزاز الدولة، تعيش على الإجرام، تعيش على الإرهاب المواطنين، لذلك هي تخشى تماما بأن سيتم تفكيكها وسيتم إحالة قادة هذه الميليشيات ومسؤولينها على هذه الميليشيات للقضاء. لذلك هم طه اليوم يرفضون أنفسهم نفسهم الأخير للدفاع على هذه الفوضى التي استمرت على مدى 9 سنوات في طرابلس. طه نحن نشاهد حقيقة ونراقب بدقة الوضع خصوصا في مصراتها وفي طرابلس، كل أفعالهم هناك تدل على أنهم بالفعل ميليشيات ليست دولة مدنية بالفعل. رأينا طه حتى خطف مثلا طائرة الخطوط الجوية الليبية الفترة الماضية في مدينة مصراتها، هذا فعل حقيقة مستفز جدا وفعل يدل على أنها بالفعل من يحكم هناك ميليشيات. إذا كان غير ذلك فلماذا حقيقة يتم خطف طائرة تنقل المرضى وتنقل حقيقة أهل وسكان أقليم كامل كأقليم برقة ويتم احتجازها في مطار مصراتة؟ كل الأفعال طه التي حدثت على مدى الفترة الماضية وعلى مدى السنوات الماضية يدل على أن طرابلس تعاني من حكم هذه الميليشيات، وتدل على أن ما يسمى بحكومة الوفاق على مدى 4 سنوات يسيرها هذا الميليشيات. طه نحن نعرف كل الليبيين أن الصندوق ولا الزيقرة ولا الشيتا ولا الوحشني ولا البقرة يستطيعوا أن يتحكموا في أي قرار لما يسمى زي بحكومة الوفاق. أخرجوا بالحديث عن الموقف الدولي الآن يمثلوا ليبيا بالخارج زي. نعم بالحديث عن الموقف الدولي سراج، البعض يقول أن المجتمع الدولي قد يتوافق غدا على الأقل الدول الفاعلة والمهتمة بالشأن الليبي قد تتوافق على رؤية واضحة وموقف واحد وقد تمنح ضوءا أخضرا لغسان سلامة من أجل مشاورات سياسية في جنيف، هل تتوقع أن هذا سيحدث؟ نتوقعه طه كما أسفت لك القول، نرد نأكد لك بأن القيادة العامة للجيش الليبي ستذهب بمطالب وثوابت واضحة جدا لا يمكن الزحزحة عنها. الذي حقيقة يعني أصبح فترة طويلة يسعى لأن يتم وقف إطلاق النار لمعرفتهم الجيدة بأنه هذه نهايتهم هم الطرف الآخر. القيادة العامة للجيش الليبي والجيش الليبي هو في موقف قوة اليوم، هو كما أسلفت لك القول في كل مناطق ليبيا يحكم السيطرة تماما إلا في داخل مدينة طرابلس تحديدا، ولكن أطراف طرابلس هي كلها لدى القيادة العامة للجيش الليبي والجيش الليبي. لذلك طه نؤكد ونكرر مرارا وتكرارا بأنه الجيش سيذهب بمطالب واضحة جدا وثابتة لا يمكن الزحزحة عنها. نعم. قطر وتونس مش حيكونوا موجودين بكرة؟ قطر بالطبع لن تكون موجودة، وهذه أحد شروط أعتقد المجلس النواب والقيادة العامة لمعرفة كل الليبيين وكره كل الليبيين للنظام القطري تحديدا. ونحن هنا طه بالمناسبة لما نتكلموا على تركيا أو نتكلموا على قطر أو نتكلموا على كل هذه الدول نحن هنا نقصد الحكومات لا نقصد الشعوب. غياب قطر بالطبع مرفوض من حكومة الوفاق لأنهم مدعومين بشكل واضح وكبير جدا من القطريين. نحن جميعا كليبيين نعرف أن البلاء ليبيا وما وصلت له اليوم الحالة في ليبيا هو وراءه قطر وتركيا بشكل مباشر، وأكبر دليل على ذلك طه أنه المطلوبين لدى النائب العام الليبي الموجود في طرابلس هم يقبعون اليوم في الدوحة وفي إسطنبول وهم يهربون أموال الليبيين. طه مليارات الدولارات تم تهريبها عبر 9 سنوات إلى الدوحة وإلى إسطنبول. طه نحن نعرف كليبيين جميعا وهذا ليس سرا أنه تم شراء فنادق وتم شراء حقيقة مئات العقارات لزعماء الحرب في ليبيا لزعماء الأخوان المسلمين في ليبيا ابتداء من المجرم الإرهابي الزنديق علي الصلابي إلى أصغر إرهابي طيب فيهم كالصندوق والشيتا وغيرهم. طيب عندي 5 دقائق يملكوا عقارات. أعذرني بس عندي 5 دقائق. مشاهدينا الكرام نتابع الآن استطلاع رأي أجرته قناة 218 نيوز مع شريحة من المواطنين حول قبول الشارع لمؤتمر برلين المزمع غدا 19 من يناير، نشاهد الاستطلاع.
لا أتوقع نتائج جديدة، لأنها قاموا بالأطراف هذه قامت بعدة اجتماعات في السابق في دول أخرى. الحل بيد الشعب الليبي فقط، هنا المفروض الحل في ليبيا داخل ليبيا، نجعمز كلنا جنوبا وشرقا وغربا. مؤتمر برلين في ظل فشل الاتفاقية وتوقيع اتفاقية روسيا لا أنتظر منه الكثير، لأن طالما المبادئ الجيش الوطني لم يتزعزع عنها، هي فك الميليشيات والشروط اللي أملان الجيش. مؤتمر برلين حيكون الفرصة الأخيرة للم الشمل ولم الشتات والمصالح الوطنية، بغض النظر أن الأمور واضحة أصبحت جلية أن الجيش عارف الميليشيات. مؤتمر برلين نحن نخافه أن يكون كيف الصخيرات، هذه اللي مخوفتنا، خاصة هالبنود اللي عرضت، البنود اللي رأيناها في التلفزيون ما تبشرش بخير للأسف الشديد. ولكن اللي نقولها للليبيين جميعا، كون أن الجيش ينسحب من غادي هذه من سابع المستحيلات. برلين ما برلين، نحن ما فيش من دمرنا إلا جزء من العرب ومن أوروبا، جزء من الخيانة العربية وخاصة عاصم قطر وتركيا، وجزء من أوروبا، هذا ما يبغوا تدمير ليبيا. ماذا بقول لك؟ رأي الشخص إنه مش حيدير حد، زي مؤتمرات السابقة، اجتماع فاشل زي اجتماعات سابقة. احنا ما ندور شيء، كل هذا احنا نبغوا جيش ينتصر، نبغوا جيش يخش طرابلس، لأن ما فيش حل لكل جيش طرابلس. مؤتمر برلين أعتقد أنه لا يختلف عن بقية المؤتمرات اللي عرضت في إيطاليا وفي فرنسا وفي أبو ظبي. مؤتمر برلين يعكس وجهة نظر أوروبا ومشكلة نظر وجهة نظر الدول الغربية التي تنظر إلى ليبيا على أن ما يجري في ليبيا حرب أهلية. مؤتمر برلين هو في الأساس ما هو إلا إعادة ترتيب مصالح الدول الغربية في ليبيا وفك الاشتباك بين تقاطعات مصالح هذه الدول. في دقيقتين سراج، يبدو أن الشارع على الأقل العينة الموجودة الآن، استطلاعات الرأي في المناطق التي نتحرك فيها بحرية 218 نيوز، غير متفائلين بالمؤتمر، شايفين أنه هذا المؤتمر مثل كل المؤتمرات السابقة. طه، في دقيقتين نقول حقيقة، نوجه رسالتي لكل أبناء الشعب الليبي أن يثقوا في القيادة العامة للجيش الليبي. طه، لا نثق في مؤتمر برلين، لا نثق في مؤتمر الصخيرات، لا نثق في مؤتمر جنيف، لا نثق في مؤتمر موسكو، لا نثق في أي مؤتمر حقيقة. نحن نثق في القيادة العامة للجيش الليبي متمثلة في شخص المشير، نثق في البرلمان متمثل في شخص المستشار عقيلة صالح، هم حقيقة من يحافظ على ثوابتنا، هم من يضمن حقيقة تحرير ليبيا، هم من يضمن أن دماء الشهداء بالفعل لن تضيع هباء. ولكن نحن نثق في مؤتمرات، لأن طه نعرف بشكل واضح جدا بأنه ستكون هناك ضغوطات لإعادة بعض المجرمين والإرهابيين إلى المشهد السياسي من جديد، الذين رفضهم الشعب الليبي في انتخابات شهد لها العالم أجمع في انتخابات البرلمان في عام 2014، والذين كانوا في قرار رقم 6 لعام 2019 للبرلمان تجريم جماعة الإخوان المسلمين، فلذلك سيتم الضغط لإعادة هذه المجموعات للمشهد السياسي في ليبيا، وهذا ما رفضه الشعب الليبي حقيقة في مظاهرات ومتمثلا في إرادته الحرة في البرلمان الليبي. لذلك طه، نحن هنا أدعو حقيقة كل الليبيين لأن يثقوا في قيادتهم، ليثقوا في جيشهم. طه، نحن في التسع سنوات العجاف في ليبيا رأينا جسم واحد ومؤسسة واحدة تتقدم وتنتقل إلى الأمام وتتم بنائها بشكل حقيقي ومهني، هي مؤسسة الجيش الليبي. طه، بأضعف الإمكانيات، وأنت تعرف أنه متعرضة لحصار أسلحة ومتعرضة لحرب شرسة جدا من كافة النواحي، سواء كانت الناحية العسكرية أو السياسية أو حتى الإعلامية. طه، نحن في الخمس سنوات في عملية الكرامة رأينا حقيقة حملات إعلامية شرسة جدا لتشويه عملية الكرامة ولتشويه قيادات الكرامة ولتشويه القائد العام للجيش الليبي، ولكن بفضل من الله ثم بحكمة القيادة العامة للجيش الليبي نجحت حقيقة طه بشكل كبير جدا في بناء هذه المؤسسة شكرا جزيلا، وتمكينها بأن تكون قوة ضاربة اليوم على الأرض. شكرا جزيلا ضيفنا العزيز الكريم سراج شعبان التورغي المهتم بالشأن العام، كنت ضيفا عزيزا من العاصمة المصرية القاهرة. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونفتح الجزء الثاني في العرض.
أهلا بكم في الجزء الثاني. حصل ما كانت تخشاه المؤسسة الوطنية للنفط وما كانت تنتظره حكومة الوفاق. فمجموعة من القبائل اجتمعوا في منطقة الزويتين عصر الجمعة ليقرروا بعد ذلك وقف ضخ النفط، قرار فضلا عن إشعاله مواقع التواصل الاجتماعي أشعل غضب مصطفى صنعالله الذي سارع إلى إصدار موقف رافض وحاد جدا تجاه الفاعلين، كما اشتعلت بفعل القرار أسعار سوق العملات، فارتفعت العملات الأجنبية مقابل الدينار إلى مستويات قياسية. في الجزء الثاني مشاهدينا الكرام سنسأل عن مشروعية ما قام به المحتجون من إيقاف ضخ النفط وتداعيات هذه الخطوة وآثارها على مستويات الإنتاج والميزانية العامة وأسعار سوق العملات. هذه النقاط البارزة والمهمة جدا سنخضعها للنقاش مع ضيفنا المهتم بالشأن الاقتصادي الدكتور علي الصلح الذي يلتحق بنا عبر الأقمار الصناعية أيضا ولكن من مدينة بنغازي. دكتور علي مرحبا بك. قبل أن نتحدث عن التداعيات الاقتصادية نتحدث أولا عن مشروعية هذه الخطوة التي أقدم عليها المحتجون. أهلا وسهلا بك خوي طه. مرحبتين بك نورت. وبالمشاهدين في نقطة مهمة في 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 هذا الصدد، أنا في اعتقادي أن المؤسسة الوطنية متناقضة جدا. خلال الفترة الماضية من خلال الموقع الرسمي على الفيسبوك نحن شاهدنا أن المؤسسة الوطنية لديها العديد من الأسباب والتعليقات حول الميزانية الليبية. الميزانية الليبية في 2019 حوالي 43 مليار دينار. 43 مليار دينار هي عبارة عن إيرادات ونفقات، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه إن الإيرادات الليبية وخاصة تنمية المؤسسة الوطنية للنفط والصناديق السيادية مقدرة بحوالي 33 مليار، والسؤال الذي يطرح نفسه إن هناك مبيعات من الصرف الأجنبي مقدرة بحوالي 23 مليار. هذا السؤال لدينا ولدى المجتمع في ليبيا وأيضا في المناطق المحيطة بالحقول النفطية والموانئ النفطية. كل هذه أسباب حقيقية لظهور مثل هذا الجمهور أمام الموانئ النفطية وأقفال الموانئ النفطية. إذا هناك سبب منطقي لهذا الأقفال. السبب المنطقي أن هناك عدم عدالة في التوزيع، وذكرت المؤسسة ذلك مرارا وتكرارا من خلال المواقع والبيانات الرسمية. إذا هناك فساد مالي وإداري في الحكومة الآن أصبح واضحا. طيب. بناء على طيب هو 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 منطقي برأيك، ولكن هل هو صحيح؟ هل كل منطقي صحيح هنا؟ هو في نقطة معينة لابد أن أذكرها هنا، إن إقفال النفط يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي ويخفض الناتج المحلي الإجمالي وهو احتياطي النقدي من العملات الأجنبية لليبيا بشكل عام. ولكن هناك مشكلة حقيقية في هذه النقطة بالذات، لأن من يستخدم النقود أصبحت في مرحلة خطيرة. استخدام النقود نفسها والنفقات الاستهلاكية والاستثمارية أصبح المواطن لا يشاهد هناك انفاق ملموس أو إحساس بأن هناك دولة مسؤولة، مسؤولية اجتماعية ومسؤولية اقتصادية عن المواطن. لابد أن نذكر الأشياء بمسمياتها. لو ذكرنا أن الاقتصاد في شكله العام أنه هو عبارة عن مؤشرات، إذن فإننا نتحدث عن البطالة، ونسبة البطالة وصلت إلى 19% ومؤشر خطير. لو نتحدث أيضا على الاقتصاد، مؤشر الارتفاع العام في الأسعار وصل 25% وليس كما يذاع صدقني. أما الآن ما يحصل خلال سوق أسعار العملات الأجنبية هي أسعار مضاربة، لأن الدولار مثبت يا سيدي عند 3.90 جنيه. فإذا أنا لابد أن نتحدث أن هناك من يعمل أو هناك يد سوداء داخل. طيب. الاقتصاد الليبي. ولكن البواعث في هذه الخطوة دكتور عذرا على المقاطعة،
البواعث لهذه الخطوة. نعم. لا يبدو أنها نعم. اقتصادية فقط تتعلق بمعيشة المواطنين، أيضا في جانب من جوانبها لعله يكون الأبرز هو جانب سياسي يتعلق بوصول مقاتلين أجانب إلى ليبيا يتم الصرف عليهم من ميزانية النفط التي يعني يصب ريعها في خزائن المصرف المركزي في طرابلس. أخي طه، الحديث متصل. أنا بعد ما تحدثت عن الإيراد وعن النفقات في ليبيا وأن هناك عدم إحساس بالمسؤولية الحقيقية تجاه المواطن والوطن، فإني أتحدث أن هناك فساد حقيقي في النفقات. إذن النفقات التي أنفقت في هذه الميزانية ليست موجودة بفعل صحيح وبفعل منطقي وبفعل يخدم المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الحقيقية للدولة. إن هناك مسؤوليات عديدة للدولة، لكن الآن أصبحت مسؤولية إرهابية ولقتل الليبيين. أنا صدقني لو نتحدث عن هذا الجانب، أنا أتحدث بشكل اقتصادي، ولكن هذا الشكل لا يخدم الاقتصاد صدقني، هذا يخدم المصالح السياسية فقط لمصلحة ناس موجودين في السلطة يريدون الاستيلاء على السلطة والمكوث فيها للاستفادة من النفقات والصناديق السيادية الليبية. طيب، اليوم النفط متوقف. نعم. ما هي تداعيات هذه الخطوة؟ بالطبع الانفاق العام والنفط بالذات هو مسؤول عن النفقات في ليبيا، بدليل أن النفط يشكل حوالي 50% من الميزانية، وهذه الميزانية أنا نتحدث عن الميزانية بالضبط لأنه هو يغطي في بند المرتبات الحكومية. لو نتحدث عن البند الآخر اللي هو مبيعات سعر الصرف، فإني أتحدث عن مشكلة حقيقية في الاقتصاد الليبي. المشكلة الحقيقية أن هذا البند المفروض بخدمة الدين العام، نحن نتحدث عن الدين العام وصل أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، إذن أتحدث عن دين غير آمن، وهذا الدين هو خطر في المستقبل على الاقتصاد الليبي، فإن بالتالي سوف ينخفض الناتج المحلي الجي دي بي، وهذا الانخفاض يؤدي إلى انخفاض الميزانيات ويؤدي إلى زيادة العبء على الدولة الليبية. ولكن لو نضع وجه مقارنة بسيط جدا، فإني أتحدث عن ميزانية سابقة في 2019 لم يتحصل منها الشعب الليبي على الصحة، لم يتحصل منها الشعب الليبي على التعليم المناسب، على الاقتصاد المناسب. أيضا هناك عدم عدالة في التوزيع للمخصصات سواء من النقد الأجنبي وسواء من الإفاد للخارج للتعليم وغيرها في بنود الاتفاق السياسي. طيب، مصير هذه الخطوة دكتور علي على الإجراءات اللي اتخذها المجلس الرئاسي قبل تقريبا أكثر من سنة أعتقد فيما سمي بالإصلاح الاقتصادي. الإصلاح الاقتصادي هذا متفقين عليه من البداية. أنا كنت المصطلح نفسه دائما أقول إنه مصطلح هش ولا يخدم هذا المصطلح، يعني بمعنى أن المصطلح الإصلاح الاقتصادي لابد أن يشمل التضخم والبطالة وتوازن ميزان المدفوعات وإصلاح في الناتج، وأن هذا الإصلاح شامل كافة مؤسسات الدولة، خصوصا نحن في دولة نامية مثل ليبيا نحتاج إلى إصلاح هيكلي حقيقي. الإصلاح الهيكلي يشمل كافة البنود التي بالاقتصاد أو أي اقتصاد في بلد نامي، بل نتطلع أيضا لمرحلة جديدة هي مرحلة الاستقرار الاقتصادي في الاقتصاد الليبي، يشمل إضعاف بعض المؤشرات أو خفض المؤشرات مثل البطالة والارتفاع العام في الأسعار. ولكن في رأيي أن الإصلاح اللي حصل زي ما قلت لحضرتك هو إصلاح نقدي. هذا الإصلاح النقدي صدقني لو المنظومة بتاعت سعر الصرف في يوم وليلة يتم إقفالها من مصرف ليبيا المركزي اللي في طرابلس سوف يرتفع ويعود سعر الصرف، لأن إصلاح نقدي غير حقيقي يحتمل فقط على ضخ العملة الأجنبية من خلال الفيزا كارت والماستر كارت التي يتحصل عليها المواطن، وبمشقة وبتعب وبسفر. هذه المشقة والتعب والسفر أثرت حتى لديها أثار اجتماعية، لديها أثار اقتصادية. طيب، كل ذلك من الأثار الاقتصادية. طيب، وأصبح الاقتصاد إيه؟ وأصبح الاقتصاد غير إنتاجي أخي طه. أصبح الاقتصاد غير إنتاجي لأنه هي نقاط أصبح مهمة. الاقتصاد في بيع عملات فقط. رائع دكتور. من التداعيات نعم. هو
يعني التأثير سلبا على أسعار العملات، وهذا اللي اليوم يشغل بال المواطنين جميعا. الكل يسأل السؤال التقليدي الكلاسيكي، ما مصير سعر الصرف؟ سعر الصرف مصيره فقط في نقطة واحدة اللي هي في المنظومة الخاصة بمصرف ليبيا المركزي اللي في طرابلس، لأن سعر الصرف مثبت. ما يحدث الآن في السوق هو لغرض المضاربة فقط، لأنه مثبت عند 3.90 دينار، وهذا واضح لجميع المواطنين. وأن ما يحدث هي عبارة عن سوق للمضاربة واستغلال بعض الفرص السياسية، أن هناك مشاكل اقتصادية حصلت في المواني النفطية. حل المواني النفطية أو حل مشكلة المواني النفطية هي بالعدالة الحقيقية في التوزيع الدبلوماسي والسياسي والوصول إلى حكومة واحدة فقط. الحكومة الواحدة فقط لابد من تكون نفقات الحكومة واضحة محددة. زي ما قلنا نحن في بداية الإصلاح الاقتصادي، فرض الضريبة على سعر الصرف كانت لخدمة الدين العام، وذلك لم يحدث، لأن الدين العام 100 مليار خلصوا منه 10 مليار فقط. فإذا أين باقي النقود؟ والسؤال هذا على فكرة انطرح من قبل السيد صنع الله اللي هو رئيس المؤسسة، حكى للسيد الصديق عن الموضوع هذا مباشرة وسأله أين المخصصات. فإذا أنت اليوم جاي تقول أنا عندي مشكلة في النفط، وأنت عارف سبب المشكلة الأصلي. سبب المشكلة أن هناك انفاق غير مرشد، انفاق غير حقيقي، انفاق يذهب لفلان وفلان وفلان. إذا الدولة هي عبارة عن أشخاص وشخصيات، ولم تعد دولة مؤسسات كما يطمح إليها كل ليبي. نحن نتمنى أن يكون هناك حكومة واحدة بالفعل، حكومة ذاهبة ببنود اتفاق حقيقي، حكومة متبعة وليست تابعة للخارج، هي حكومة لديها دستور وقانون. طيب. ليبي نحن لدينا في لكن أيضا يقال يا دكتور الذي ينص على استقلالية البنك المركزي. جيد. نعم جيد، اعذرني بس لان انا عندي اخر تقريبا 10 دقائق واخلو وعندي اكثر من نقطه نحب نستفيد من الوقت مع حضرتك. يعني تو نفهم منك يعني انه سعر الصرف مش حيرتفع كثير على اعتبار انه هو متوفر من البنك المركزي ومثبت عن 3.9، هذه نقطه سكرناها صحيح؟ مزبوط. طيب بالفعل هذا ما يحدث في سعر الصرف، والان ما يحدث في سعر الصرف هو لغرض المضاربه فقط. يعني وين أقصى نقطة ممكن يوصلها؟ أقصى نقطة هو 5.5 للمضاربة فقط، ولكن صدقني المنظومة لو ظلت مفتوحة للليبيين على 10,000 وعلى أرباب الأسر سوف يظل عند هذه النقطة السابقة 4.5، يصل إلى 4 بهذا الشكل. ولكن سعر الصرف الآن ما يحدث في السوق هو عبارة عن مضاربة أسواق فقط في سوق السوداء، أو ممكن يكون الغرض بتاعه سياسي لكسب الرأي العام أو لكسب الرأي المجتمعي في الاقتصاد الليبي. ولكن الاقتصاد الليبي بشكل مجمل، أنا شهدت أنا في ليبيا وأنا موجود في ليبيا وليبي أبا عن جد، فإذا أنا نتحدث عن اقتصاد ليبي حقيقي. طيب. نحن عندنا ارتفاع عام في الأسعار، عندنا بطالة زي ما قلت لحضرتك، بس هل استمراريه الضخ المحلي ايضا، اعذرني بس يا دكتور، هل استمراريه استمراريه ضخ البنك المركزي للعمله الصعبه وارده اليوم؟ نعم. يعني ما فيش مخاوف انه لحظه اعذرني يا دكتور، ما فيش مخاوف انه المركزي يوقف الدولار اليوم؟ والله ممكن يفعل ذلك إذا كان المركزي ليس لديه استقلالية عن السياسات السياسية، ممكن يفعل ذلك، نتوقعها يعني ممكن شيء مقابل شيء، يعني يكون رفع مثلا الحصار عن المواني مقابل أني أنا نفتح المنظومة من جديد وتعود الأسعار إلى ما هي عليه. طيب أيضا يقال أنه مسألة النفط ليست مسألة داخلية فقط، ليست استقلالا محليا فقط، هنالك أطراف دولية تضغط باتجاه ألا يوقف النفط. إلى أي مدى هذه النقطة واردة، وهل سوف نشاهد ضغوط على من أغلقوا الموانئ والحقول؟ النفط الليبي مهم للشركاء، صدقني النفط الليبي هو مهم للشركاء. المفروض أن ليبيا عندها إنتاج 1.6 مليون برميل، ونحن دائما نحث على المؤسسة
عن على الذهاب نحو الزيادة العامة في الإنتاج، نحث أيضا الزيادة في الانفاق الاستثماري في المؤسسة الوطنية للنفط. بالعكس نحن مع المؤسسة كمؤسسة، نحن نحث المالية العامة أو وزارة المالية مسلوبة الاختصاصات الآن، نحثها دائما على الزيادة في النفقات الاستثمارية للمؤسسة الوطنية للنفط والذهاب نحو نمو وإنتاج زيادة. ولكن إن أي إقفال في المواني النفطية سوف يؤثر بالطبع على الاقتصاد، وذلك شأن اقتصادي حقيقي. أنا في اعتقادي إن أي إقفال في المستقبل أو هذا الاضطراب أو المشكلة الذي يحصل الآن لو زاد عن شهر أو أكثر سوف يؤثر ويسبب خسارات في الاقتصاد الليبي، ولكن هذه الخسارات في المقابل لو نشاهد الخسارات مقارنة بالنفقات خلال السنة الماضية والأعوام السابقة وظهور الفساد حوالي يعني 7 مليار دينار ليبي، فإن يتحدث عن أصبح هذا الشأن مهم بالنسبة للشعب، إنهم يرون أرقام ولا هناك شيء ملموس ومحسوس في الاقتصاد أو في الأرض الليبية. طيب، بكل تأكيد تبعت بيانات المؤسسة الوطنية للنفط والتي صدرت باسم رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، إلى أي مدى اتسمت هذه البيانات بالحكمة مع المحتجين؟ صراحة الأستاذ مصطفى صنع الله أو المهندس مصطفى صنع الله هو رئيس المؤسسة بالفعل الآن، ولكن الحديث عن البيانات متناقضة صراحة. في البداية كان يتحدث الأستاذ مصطفى صنع الله عن أن هناك في نفقات غير مرشدة، عن أن هناك لديه مشاكل مع مصرف ليبيا المركزي، الآن يتحدث عن انخفاض في الإنتاجية، والشيء هذا من حق المؤسسة نفسها وهو اختصاص أصيل للمؤسسة أن هناك أي انخفاض في الإنتاج النفط أو زيادة الإنتاج في النفط سوف يؤثر على الاقتصاد. بالطبع هذا نتفق فيه، ولكن ما نتفق فيه هو أن يظل المسؤول أن يحذر في الشعب الليبي بشكل مستبد، أي أنه يصف أن الحالة فيما بعد سوف يكون لديها إعدام أو يكون لديها مشاكل على الاقتصاد الليبي، وهو يقصد هنا بمسألة إعدام. هذه اللغة كيف شاهدتها؟ كيف استقبلتها أستاذ علي؟ نعم، استقبلتها طبعا على حسب فهمي، وكل واحد يفسرها على حسب فهمه، لكن أنا فسرتها على أساس أن الشعب الليبي في المستقبل لن يتحصل على لقمة العيش، وأنه يحذر من الدين الخارجي. الدين الخارجي يا أستاذ مصطفى فتح الله، يا أستاذ مصطفى صنع الله، أنا نحكي لك عليه. الدين الخارجي هو سلسلة مستمرة من الدين المحلي. أنت يا أستاذ مصطفى صنع الله لو شهادة الترتيبات المالية لدى المجلس الرئاسي لعرفت أن من يذهب نحو الدين الخارجي بخطوات ثابتة. الدين المحلي الآن كل يوم ازداد، الدين المحلي سعر الصرف، مبيعات سعر الصرف، الضريبة ما سميت بإصلاح اقتصادي، أنا في اعتقادي هذه عليها شبهات وعليها علامات استفهام كثيرة، لأن المواطن الليبي لم يشاهد منها مؤشر واحد انخفض، وأن ما يسمى بالانخفاض العام في الأسعار الآن بشكل عام هو عبارة عن اعتمادات مستندية ذهبت لبعض الناس أو المخصصات لبعض التجار الذين هم أصلا في المجلس الرئاسي. مع احترامي للبعض أنا أقول لكم أن الاقتصاد أو الاقتصاد بشكل عام هو عبارة عن دراسة للسلوك الاقتصادي، وأن السلوك الاقتصادي له العديد من المتغيرات المؤثرة في هذا السلوك. آخر سؤال، أهم السلوكيات اللي حاصلة في نعم جيد، أعذرني على المقاطعة، آخر سؤال، لماذا دكتور علي تسارع المؤسسة الوطنية للنفط دائما للتحذير من الخسائر وتخويف المواطنين من مسألة الخسائر، بينما في المقابل النفط حين كان يصدر يعني لم ينعكس هذا إيجابا على المواطنين؟ نعم، زي ما قلت لحضرتك أستاذ طه، المؤسسة الوطنية للنفط لو بقيت مؤسسة مستقلة عن السياسة فذلك مفيد، مصرف ليبيا المركزي لو بقي مستقل على السياسة فهو مفيد، وصدقني أن هناك بنود في القوانين الليبية باستقلالية هذه المؤسسات عن السياسة أو عن سيادة الدولة أو عن الأمور السياسية. في العادة يستخدم الاقتصاد للأمور السياسية وهو مهم جدا،
وهو ولكن مهم في حالات معينة، اللي هي أني أنا نحدد الاستفادة من الصفقة السياسية والاقتصادية في المستقبل. ولكن مثل هذه الصفقات أو مثل هذه الإجراءات صراحة نحن لنا 4 سنوات نعاني من نفس المشكلة ونعود لنفس النقطة. نعم. وبشكل متتالي. إذن نحن نستخدم في نفس الأدوات وننتظر نتائج جديدة. صدقني ما فيش نتائج جديدة مدام الأدوات نفس الأدوات. أشكرك جزيلا الدكتور علي الصلح المهتم بالشأن الاقتصادي، كنت ضيفا عزيزا على 218 نيوز برنامج لايف تحديدا، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة بنغازي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، عذرا للزملاء على التحديد.